بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي في قناة إنجليزي إعدادي مع مس سناء السمان. إن شاء الله النهاردة هنحل التست على يونت 1، الوحدة الأولى في الترم الأول 2024. هنشتغل النهاردة من كتاب جيم. الكلام ده موجود على صفحة 49. الأضواء تست on يونت 1. أول حاجة listening، الاستماع. Listen and choose the correct answer from A, B, C or D. عندك نص الاستماع موجود في نهاية الكتاب، ممكن ترجع له وإن شاء الله هتلاقيه سهل جدا وإجاباته سهلة بإذن الله، وهي موجودة قدامك لو حبيت تستعين بها. بعد كده هنشوف السؤال الثاني، Language functions، وظائف لغوية. Complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي. دايما بنقول يا أولاد لما يكون عندنا dialogue نقرأ الحوار كله للآخر عشان تفهم إيه الفكرة اللي بيدور حولها الموضوع وتعرف بإذن الله تجاوب صح. Complete the following dialogue، أكمل الحوار التالي. علي and Sammy are talking about hobbies. علي وسامي يتحدثون عن الهوايات. علي بيسأل سامي can I ask you some questions؟ هل يمكنني أن أسألك بعض الأسئلة؟ طبعا أكيد حد بيقول لك أسألك أسئلة، هتقول له إيه؟ Yes you can، نعم يمكنك. علي بيقول Do you have any hobbies؟ هل لديك أي هوايات؟ Yes I do، نعم أنا لدي. I like sports، أنا أحب الرياضات. علي بيسأل سؤال علشان سامي بيقول له My favorite sport is football، فأكيد بيسأله عن الرياضة المفضلة، فبيقول له إيه؟ What's your favorite sport؟ ما هي الرياضة المفضلة لديك؟ هنا علي بيسأل سؤال عشان سامي بيجاوب، بيقول I play football on Fridays and Saturdays، يبقى كده بيديله مواعيد اللعب. طالما مواعيد يعني هنسأل بإيه؟ When do you play football؟ متى تلعب كرة القدم؟ هنا بيكمل السؤال سامي بيقول What about you؟ ماذا عنك؟ قال له I also play football، أنا أيضا ألعب كرة القدم. علشان كده قال له إيه؟ سامي قال له Great، عظيم. Let's play together، يعني دعنا أو هيا نلعب معا، لأنهم لهم نفس هوايات لعب كرة القدم. هنشوف بعد كده page 50، صفحة 50 بيقول reading comprehension، قطعة الفهم. Read the following، اقرأ التالي. Then answer the questions، وبعدها أجب عن الأسئلة. My name is سالم، اسمي سالم. I'm 13 years old، عمري 13 عام. My best friend is called صلاح، يعني صديقي المفضل يسمى صلاح. He and I، هو وأنا، study together، ندرس معا. His home is only a 10-minute walk from my place، يعني منزله، منزل صديقي صلاح، على بعد 10 دقائق من مكاني أو المنزل الذي أنا فيه. He is funny and friendly، هو فكاهي and friendly وودود. We are always happy to be with each other، يعني نحن دائما سعداء أن نكون مع بعضنا البعض. He is always kind and helpful to me، هو دائما طيب أو عطوف ومساعد لي أو متعاون معي. When I don't go to school، عندما لا أذهب إلى المدرسة، because I am ill، بسبب أننا مريض. He comes to my house and asks about me، هو يأتي إلى منزلي ويسأل عني. When he doesn't come to school، عندما هو لا يأتي إلى المدرسة، I ask about him، أنا أسأل عنه. We also play football together on Fridays، نحن أيضا نلعب كرة القدم في أيام الجمعة. We have the same hobbies، نحن لدينا نفس الهوايات. We like swimming، نحن نحب السباحة. We go swimming on Saturday and Sunday، نحن نذهب إلى السباحة في يوم السبت ويوم الأحد. Answer the following questions، أجب عن الأسئلة التالية. أول حاجة هنا بيقول Give a suitable title to the passage، يعني أعطي عنوان مناسب لهذه الفقرة. علشان الكلام هنا بيبقى مطلوب كتير الكتابة، فعشان كده إحنا بنجهزه ليك علشان وقت الكتابة وقت الفيديو بالنسبة لك. هنا بيقول اعطي عنوان مناسب. الفقرة دي كانت بتتكلم عن ايه؟ سالمز بيست فريند، صديق سالم المفضل اللي هو صلاح. نمبر 2،
Why do you think Salim likes صلاح؟ لماذا تعتقد أن سالم يحب صديقه صلاح؟ I think Salim likes صلاح because he is kind and helpful to him. لأنه طيب ومتعاون معه أو مساعد له. What does the underlined pronoun him refer to? إلى ما يشير الضمير him إلى؟ بيشير إلى إيه؟ نرجع للفقرة عشان نشوف him. دور عليها كده. بيقول I ask about him. عنه، عن مين؟ عن صلاح اللي هو الصديق المفضل. B. Choose the correct answer from A, B, C or D. سالم and صلاح are سالم وصلاح دول إيه؟ Sisters أخوات، brothers إخوة اللي هم صبيان، ولا students طلاب، ولا teachers معلمون؟ لا، دول students، دول طلاب وأصدقاء. Number 5. The underlined word friendly means يعني الكلمة التي تحتها خط اللي هي كلمة friendly تعني means دي معناها تعني إيه؟ معناها إيه؟ strong قوي، well يعني حسنا أو جيدا، ولا kind طيب، ولا healthy صحي؟ لا طبعا طيب اللي هي kind، friendly معناها kind. Number 6. صلاح's house يعني منزل صلاح is a سالم's house يعتبر ايه بالنسبة لمنزل سالم؟ البيتين ايه نصفهم بأنهم ايه؟ near قريب، ولا far بعيد، ولا opposite يعني عكس أو مضاد أو مقابل، ولا behind يعني خلف؟ لا، هنقول ايه؟ near منزل صلاح بالقرب من منزل سالم. خلصت الفقرة كده. vocabulary and structure مفردات وتراكيب اللي هي القاعدة، قاعدة الوحدة الأولى. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. These brothers هؤلاء الإخوة are the same age يعني هم في نفس العمر. They are إيه؟ طالما الأخين دول في نفس العمر يبقى هم إيه؟ cousins أولاد عم، sisters يعني أخوات، ولا twins توأم، ولا parents آباء؟ لا طبعا twins. Number 2. Your dad's brother is your A. أخ لوالدك، أخ والدك يبقى إيه؟ أخ والدك يبقى إيه؟ Is your uncle عم، aunt عمة أو خالة، sister أخت، ولا brother أخ؟ طبعا عم. Number 3. People do، الناس بيأدوا إيه أو يقوموا بإيه؟ Work عمل، without getting money بدون الحصول على المال. عايزين نصف الورك ده، العمل ده voluntary تطوعي، ولا business يعني أعمال تجارية، ولا group مجموعة، ولا job وظيفة؟ لا، هنقول voluntary work يعني عمل تطوعي طالما بدون مقابل. هنا page 55. Number 4. Every day كل يوم Heidi walks in the. Heidi تتمشى فين بقى؟ With the goats مع الماعز. Airports اللي هي المطارات، mountains الجبال، schools مدارس، ولا pools حمامات السباحة. تتمشى فين؟ في mountains اللي هي الجبال. Number 5. She is a or an هي ايه بقى؟ girl عايزين نصفها بأنها فتاة ايه؟ She lost her father يعني هي فقدت والدها، يبقى هي كده ايه؟ busy مشغولة، ولا orphan يتيمة، ugly قبيحة، happy سعيدة، orphan. She is an orphan girl. هي فتاة يتيمة. Number 6. مراد works hard too. مراد يعمل جيدا من أجل إيه؟ His dreams يعني أحلامه. نقول achieve ينجز أو يحقق. Archive اللي هو الأرشيف اللي بيبقى فيه المستندات ويحافظوا على المستندات والأسماء والبيانات، ولا receive بمعنى يستقبل، ولا believe بمعنى يصدق أو يؤمن. عايزين مين؟ عايزين achieve، الفعل achieve بمعنى يحقق، to achieve his dreams ليحقق أحلامه. Number 7. I أنا ناخد إيه من الأفعال؟ a lot to play the guitar well يعني كثيرا لي أعزف على الجيتار جيدا. Take أخذ، sleep أنام، achieve أنجز أو أحقق، ولا train بمعنى أتدرب. Number 8. Which house is yours؟ أي منزل هو لكم؟ بي بيقول is next door. Next door يعني في الجوار. Next door هو المنزل
في الجواب. طيب هنقول ايه؟ yours ولا my ولا ours ولا their؟ هنقول ours. ours is next door، يعني بيتنا، بيتنا في الجوار. خلاص كده. اما yours دي ضمير ملكية لا يأتي بعد اسم الشيء المملوك، معناها يخصكم أو ملككم أو ملكك أو ملكك. خلاص كده. my دي صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء المملوك. their دي صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء المملوك. احنا بنقول ايه؟ ours يعني خاصتنا، اللي يخصنا، اللي ملكنا، اللي هو البيت. is next door يعني في الجوار. Number 9. Basil doesn't. Basil لا إيه بقى عايزين فعل. The piano. البيانو. He plays the flute. هو يعزف على الناي. هنقول إيه وإحنا مغمضين عينينا زي ما إحنا بنقول كل مرة؟ بعد النطق النفي بيجي مصدر الفعل بدون أي إضافات، يعني play فقط. Number 10. أميرة مالها بقى؟ هناخد إيه من الأفعال دي؟ With her family and ميادة. ميادة هي دمياط، يبقى محافظة دمياط أو مدينة دمياط. هنقول أميرة مالها بقى؟ أميرة to live ولا living ولا lives ولا live؟ هنقول lives، لأن الجملة دي مضارع بسيط، وعلشان دي مضارع بسيط أميرة كأنك بتقول ضمير الفاعل she مع هي وشي وإت، بنضيف للفعل إضافات. هنا هنضيف له إيه؟ إس فقط عشان آخره إيه. Number 5. Read and correct the underlined words، يعني اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط. Number 1. عادل can't find him book، عايز يقول عادل لا يستطيع أن يجد كتابه. هنقول كتابه إزاي؟ هنقول his book، علشان his دي صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء المملوك، يبقى هنقول إيه؟ بدال him هنخليها his. خلاص كده؟ آدي his book. ليه قلنا كده؟ علشان إحنا عايزين صفة ملكية يأتي بعدها اسم الشيء المملوك اللي هو الكتاب. أما him دي ضمير مفعول تأتي بعد حرف الجر أو الفعل. Number 2. The girl، الفتاة، like her teacher so much، عايز أقول لك الفتاة تحب معلمتها كثيرا، فهنقول إيه؟ like، هنخليها likes. آدي ال I K E S. طيب ليه عملنا كده؟ عشان دي جملة في زمن المضارع البسيط، هنضيف للفعل هنا S عشان the girl كأنك بتقول she. Number 3. جيمناستكس اللي هي ألعاب الجمباز مالها؟ are my favorite sport. لأ، خلي بالك في بعض الكلمات بتنتهي بإس لكن تعامل معاملة المفرد، منها جيمناستكس، يبقى بدل ار هنخليها ايه؟ هنخليها is. Number 4. What sport do you good at؟ طيب ينفع نقول do you good at؟ لأ، دو دي خطأ. طب عايزين ايه بدلها؟ عايزين ار. ليه؟ لان احنا قلنا كتير دو وداز، دول افعال مساعدة بيساعدونا على تركيب السؤال، لكن لازم يكون معاهم فعل اصلي في السؤال او الجملة. طيب دور كده في السؤال مش هتلاقي هنا فعل اصلي، فعشان كده هنستبدل دو بايه؟ ار، وتبقى ار دي هي الفعل المساعد والفعل الاصلي في الجملة، الفعل الاساسي في الجملة او في السؤال. نقول what sport are you good at؟ ما الرياضة التي أنت جيد فيها؟ بعد كده الـ writing بيقول write a paragraph، اكتب فقرة of about 80 words، من حوالي 80 كلمة، on your favorite hobby، يعني هوايتك المفضلة. your favorite hobby يعني هوايتك المفضلة. طبعا زي ما احنا بنقول كل مرة هنسيب مسافة كلمة فارغة، هنبدأ بحرف capital، هنراعي علامات الترقيم والزمن اللي احنا شغالين بيه. هنا هقول my favorite hobby is drawing، ما معناها هوايتي المفضلة هي الرسم. I draw in my free time every day، أنا أرسم في وقت الفراغ كل يوم. I have a lot of colors، أنا لدي الكثير من الألوان. I can draw a lot of things، أستطيع أن أرسم الكثير من الأشياء. My parents like my drawings، يعني والدي يحبون رسماتي. I like to draw trees, flowers, animals, and a lot of things. أنا أحب أن أرسم الأشجار، الأزهار، الحيوانات، والكثير من الأشياء. I try to help my little sister at drawing. أنا أحاول أن أساعد أختي الصغيرة في الرسم. She always annoys me. هي دائما تضايقني لأنها طبعا صغيرة. She takes my colors. هي تأخذ ألواني
I balance my school studies and drawing. أنا أوازن بين مدرستي ورسمي. We have art at my school. نحن نأخذ أو ندرس الرسم في مدرستي. There is a painting room in my school. يوجد غرفة للرسم في مدرستي. I hope to be a famous painter in the future. أنا أتمنى أن أكون رسام مشهور في المستقبل. وبكده يبقى خلصنا التست على الوحدة الأولى. إن شاء الله هنكمل منهجنا. بنفكرك أن إحنا شغالين من كتاب المعاصر وكتاب جيم. لو حابب تتابع معنا تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.